هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمناسبة المرسوم الملكي والثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح له بهذه المناسبة أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يمتلك الكثير من الإمكانات التي تؤهله إلى قيادة الهيئة العامة للرياضة والعمل على تطوير القطاع الرياضي بصورة شاملة. قال سموه إن المتتبع لمسيرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يدرك تماما حجم العمل الكبير الذي قام به سموه من أجل تطوير القطاع الرياضي في المملكة، وبات سموه يمتلك الكثير من الإمكانات والخبرات التي تجعله قادرا على مواصلة مشوار التقدم للرياضة البحرينية وتحقيق جملة من الأهداف والبرامج والاستراتيجيات لتكون الرياضة البحرينية متوافقة مع التطورات العالمية وتحرز المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن المرحلة المقبلة من الحركة الرياضية البحرينية تعتبر بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة وتتطلب قيادة شبابية واعية، وهو الأمر الذي ينطبق على سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الذي نثق تماما في قدراته ومهاراته وإمكانياته، وهو الأمر الذي أكده من خلال تبوء سموه للعديد من المناصب القيادية في الرياضة البحرينية حقق سموه فيها نجاحات إدارية وفنية وتنظيمية وتشريعية بارزة جعلت من الرياضة البحرينية تسير على الطريق الصحيح وتتقدم بصورة ملحوظة من الهواية إلى الاحتراف وتحقيق المكتسبات والإنجازات. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: سنقف إلى جانب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وندعمه من أجل تنفيذ أفكاره وخططه واستراتيجياته المقبلة والتي نراها الطريق الأفضل لتطوير القطاع الرياضي، وثقتنا كبيرة في سموه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية، ونتمنى لجميع أعضاء مجلس الإدارة التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة.